بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يسددنا في القول والعمل وأن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، النبي الخاتم والرسول الأمين سيد الأولين والآخرين المبلغ عن رب العالمين النبي المكي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. المسلم شرط في إسلامه إيمانه برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه له واستجابته لأمره ونهيه صلى الله عليه وسلم. عندما نعرض لسيرة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وعندما نقف مع شمائله ودلائل نبوته ومغازيه وكل ما يتعلق به صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لا بد أن يكون هناك وضوح في الانطلاق لتلقي هذا العلم العظيم ولاستقبال هذا الخبر الجليل، فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله جل جلاله الذي أنزل الله عز وجل عليه آخر الكتب، الكتاب المهيمن على سائر الكتب السماوية، القرآن العظيم الذي بعثه الله من أفضل البلدان وأشرفها، من مكة شرفها الله، والذي بعثه الله سبحانه وتعالى في خير أمة أخرجت للناس، هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فعندما نعرض لشيء من سيرته فإننا ننطلق ابتداء من كتاب ربنا جل جلاله لنعرف مكانة المتحدث عنه والمخبر عنه وما ينقل عنه، ما هي قيمته وما هو قدره في ميزان الله سبحانه وتعالى قبل أي شيء. فإذا رجعنا إلى القرآن فنجد في القرآن أن الله عز وجل يخبرنا إخبارا واضحا بينا بأن محمد هو رسول الله، محمد رسول الله.
فهو رسول لهذا الرب العظيم الجليل، مالك الملك، خالق الخلق، مدبر الكون، القادر على كل شيء جل جلاله. فمحمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية عظيمة وأصل ينطلق منه الإنسان عندما يسمع هذا الاسم منسوبا إلى هذا الوصف، محمد رسول الله، إذن الذي أرسله الله، وأنه يبلغ عن الله جل جلاله، وهذا يعطي أول ما يعطي مكانة هذا الإنسان الذي اختاره الله واصطفاه. والله عز وجل قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن هو من الصفوة، وهو من المصطفين، وهو ممن اختارهم الله لأمر البلاغ. وإذن هذا أساس وأصل ينطلق منه المسلم، أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن مقتضى أنه رسول الله قضية البلاغ، وأنه بإخباره سيرتبط عند الإنسان الأرض بالسماء، فهو يبلغ عن رب العزة والجلال بما يوحيه الله سبحانه وتعالى عليه. فإذن قضية البلاغ وما يلزم ذلك من السمع والطاعة والاستسلام والخضوع، لأنه مبلغ عن ربه. فإذن هي رسالة وبلاغ، فالرسالة محمد رسول الله، البلاغ ما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإذن هو يبلغ، وأمام البلاغ من الله سبحانه وتعالى ليس للعبد إلا أن يخضع وأن يستسلم. فإذن هذا أصل. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى جعله هدى للناس، وأنه يهدي. وأعظم الغايات لهذا الإنسان في طريقه إلى الله أن يكون مهديا بهدى الله، ولن يدخل الضمانة العظيمة بالنجاة من الضلال والنجاة من الشقاء إلا بأن يتبع هدى الله. وهدى الله ذكره الله عز وجل في كتابه وبينه، فأخبر أنه هو جل جلاله الهادي، وأنه يهدي من يشاء. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهذه هداية التوفيق التي بها تلزم القلوب قبول الحق، وهذه لله الواحد الأحد جل جلاله. ثم هداية البيان والدلالة والإرشاد، والإنسان واجدها أولا في كتاب الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وواجدها في سنة وسيرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل قال في شأنه وأمره: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وثالث الأمور التي بها يهتدي الإنسان هداية الدلالة والإرشاد بيت الله العتيق، فقال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
إذن القرآن هدى والقرآن يهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم هادي والنبي يهدي، والبيت العتيق هدى للعالمين، والضمانة المعلنة للناس فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فإذا اتباع هذه الأصول للهدى إدخال الإنسان نفسه في تلك الضمانة العظيمة. فلذلك نتلقى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن مستحضرين هذا المعنى العظيم، أنه رسول الله، أنه مبلغ عن الله، أن الله عز وجل جعله هاديا للناس، وأن عمله أن يهدي الناس إلى ربهم عز وجل. أيضا أنه ببعثته صلى الله عليه وسلم أغلق الله جل جلاله الطريق إلى الجنة إلا من بابه وطريقه صلى الله عليه وسلم. فبعد بعثته لن يدخل الجنة إلا مؤمن بهذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، مصدق به، مستسلم لأمره عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي يدخل الجنة. ومن كذب به ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام فهذا كافر لا يدخل الجنة كائنا من كان. فإذا هذا أمر أيضا مرتبط بهذا الأصل، ونتلقى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن مستحضرين هذا الأمر، أن الله عز وجل بعد بعثة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم سدت جميع الطرق إلى الجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا نستحضره، ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أن المتبع لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإنه سلك طريقا لرضوان الله ومحبة الله، فقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا من بعد البعثة أصبح النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق الأوحد في الوصول إلى جنة الرحمن، وهذا أيضا أصل من الأصول، وهذا أساس له أثره في كيفية التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه. ثم نجد في القرآن أن الله عز وجل أمرنا أمرا صريحا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته، وهذا على الإطلاق. فقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول. فإذا الطاعة له صلى الله عليه وسلم ملزمة بنص القرآن وبقول الكريم الرحمن، أن طاعة هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر واجب، أمر واجب لا بد منه لكل مسلم ولكل مؤمن، فلا بد له من هذه الطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ف
فبهذه المنطلقات يقف الإنسان مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته وما يتعلق به عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الله عز وجل تولاه، والله سبحانه وتعالى حفظه، والله عز وجل هداه، كما قال الله عز وجل في كتابه: ووجدك ضالا فهدى. والمقصود هنا بالضلال الحيرة، وهذا قبل بعثته، فإدراكه أن ما عليه قريش من عبادة الأصنام باطل، وأن الملة الحنيفية حق، ولكن كيف يكون ذلك على وجه التفصيل؟ فهذا هو التحير الذي هداه الله عز وجل إلى الحق بنزول هذا الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة القدوة والأسوة والمعلم والهادي، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة النموذج الأكمل لبلاغ هذا الدين ولفهم الوحي ولتطبيق الوحي والدعوة إلى الوحي والتعامل مع الناس ومع الخلق وفق الوحي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم للناس القدوة في ذلك كله، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلاغ الدين هو الإمام والقدوة، والفهم للوحي هو الإمام والقدوة، والعمل بوحي السماء هو الإمام والقدوة، والدعوة إلى وحي السماء ووفق وحي السماء هو الإمام والقدوة، والتعامل مع الخلق الناس والمخلوقات وفق وحي السماء هو صلى الله عليه وسلم الإمام والقدوة، فهو إمام وقدوة للناس منذ أن بعث وإلى يوم القيامة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو الأسوة وهو القدوة وهو الإمام لنا ولكل مسلم من يوم بعث وإلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الدقائق في هذا اللقاء نقف ونتذاكر شيئا من شمائله عليه الصلاة والسلام، ونأخذ جانبا فيما يتعلق بمعاملته للناس وفي أمر دعوته وبلاغه وفي حرصه على أمته صلى الله عليه وسلم وفي حسن عشرته صلوات ربي وسلامه عليه لأصحابه. إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها إشراق ونور وهدى وبلاغ عليه الصلاة والسلام، وليس موقف إلا وفيه من العظة والعبرة والفوائد الشيء الكثير، ولكن حسبنا أن نقف مع بعض تلك المواقف وعدد منها تنشرح بها الصدور وتزكو بها النفوس وترق لها القلوب
وتطمئن أيها الإنسان في اتباعك لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن حبه صلى الله عليه وسلم دين، كما أن طاعته دين، وأن نتعلم من سيرته وشمائله وهديه ما يجعل حبه أحب إلينا من نفوسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا، مطلب شرعي، مطلب شرعي. وإن دوننا فرصة عظيمة في هذا الطريق وهذا المسار، محبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو حبه والإيمان به وتصديقه والاستسلام لأمره عليه الصلاة والسلام، أن يكون على حال الغيب كما كان من الصحابة على حال الشهادة في هذا الأمر، فإن له أجر عظيم وله ميزة وتميز. ولذلك جاء في الحديث: إن من أشد أمتي حبا لي أناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو فقد أهله وماله وأن يراني. يتمنى هذا الإنسان المسلم أنه لو رجع إلى داره فيجد أنه فقد كل شيء من مال وولد، وأن يكون العوض في هذا الفقد هو نظرة للنبي صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان أن يبلغ هذه الرتبة بينه وبين ذلك أن يتعلم الهدي النبوي، وأن يقف مع آيات القرآن يتملى فيها ليرى مكانة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عند ربه، ومدى الأمر الرباني بطاعة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم أن الله هو الرحمن وهو أرحم الراحمين، وأن الله عز وجل الرحيم الرحمن أكرم هذه الأمة ببعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعل في قلبه من العلم والحلم، وجعل في طبعه من السهولة والرفق، وجعل في يده من السخاوة والجود، وجعل في نفسه من الرحمة، فقال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. أليس مقصود رسالته الرحمة بالناس؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن كانت رسالته رحمة ويراد منه أن يكون رحمة للناس، هل يتصور أنه فاقد لهذه الرحمة؟ فالله عز وجل وصفه بذلك: فبما رحمة من الله لنت له. وقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، فهو رحيم بالمؤمنين. شفقته صلى الله عليه وسلم على الناس مما يدل على تلك الرحمة، حرصه على هداية الناس مما يدل على تلك الرحمة. ما ذكر الله في كتابه أن نفسه تكاد أن تخرج من الألم، من الألم على عدم قبول الناس كفار قريش لدعوته. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في مكة
هنا في هذا المسجد وعند البيت العتيق في كل ليلة يخرج من بيته ويأتي بيت ربه ويصلي، فإذا ما سجد دعا ربه عز وجل، دعا ربه عز وجل لمن؟ دعا ربه عز وجل لقومه، قومه الذين آذوه، الذين وضعوا فرث الناقة على ظهره الشريف، الذين ضربوه عند الكعبة، الذين كانوا يضعون العذر في طعامه، فيقول يا بني عبد المطلب أي جوار هذا؟ يأتي عند بيت ربه وهو ساجد وتدمع عينه ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، بعد يوم كله جهد ومجاهدة وبلاغ وتعليم وصبر ومصابرة، وإذا ما جن الليل ما هي إلا ساعات، ثم يأتي عند بيت ربه ويكون هذا حاله، يدعو الله عز وجل لقومه. أليس هذا عنوان لما جعل الله عز وجل في نفسه من الشفقة والرحمة بالناس؟ وهنا موقف عظيم ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي ياليل ابن عبدي كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. وهؤلاء أشراف الطائف، عندما أخرج من مكة ذهب إليهم وعرض نفسه عليهم علهم يؤمنون، فردوا عليه ردا قبيحا كما جاء في كتب السيرة. قال له أحدهم، وكانوا ثلاثة إخوة، قال له أحدهم أما وجد الله رسولا يبعثه إلا أنت؟ وقال الآخر إن كنت رسولا حقا فأنت أرفع من أن أكلمك، وإن كنت كذابا فأنت أحقر من أن أكلمك، أي في كلا الحالتين لن أتكلم معك. فقال لهم إن لم تقبلوا فاكتموا علي. لكن ماذا فعلوا؟ أغروا صبيانهم وعبيدهم فلحقوه بالحجارة يرموه بها وهو يجري عليه الصلاة والسلام. فيقول هنا فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، مسافة عشرات الكيلومترات وهو يمشي مهموم على وجهه، كيف يدعو الناس إلى الحق وهم لا يقبلون؟ كيف يريد صالحهم وهم لا يفهمون؟ قال فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي فعلت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم
من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أي حلم كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي شفقة ورحمة كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حاله وهذا حال قومه، وهذا تأييد الله عز وجل له، وهذا قول الملائكة له، ثم هذه هي إجابته عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله، وانظروا إلى الأمل، وانظروا إلى الفأل، ما قال أن يجعل الله فيهم ممن يخاطبهم، بل أمله في أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا ولو هم لم يؤمنوا. فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه هذه الرحمة وهذه الشفقة، كيف لا يكون لمثل هذا الأمر والمسلم يقف على هذا الخبر فيزداد حبا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويدرك ماذا بذل عليه الصلاة والسلام حتى وصل هذا الهدى للناس، حتى وصل هذا الهدى للناس. لقد كان عليه الصلاة والسلام هداية الإنسان وأن يثبت على الهدى قضية كل شيء من أمر الدنيا فهو دونها، ويتحمل في أمر ذلك الغالي والنفيس. واسمعوا يا إخوة هذا الخبر وهذه الواقعة، هذه القصة اللطيفة العظيمة التي يرويها الصحابي الجليل عبد الله بن سلام. ونحن نعلم أن عبد الله بن سلام كان يهوديا، ثم أسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيذكر لنا قصة حبر من أحبار اليهود أيضا أسلم، ولكن إسلامه كان في قصة عظيمة الفائدة تعطينا دلالة على أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ثبات المؤمن وبقاؤه على دينه يبذل له كل شيء، ويتحمل في أمر ذلك عليه الصلاة والسلام من أمر الدنيا وتحمل الدين. ثم نرى كيف كان تعامله للناس وصبره، كيف وهو الذي زكاه الله عز وجل، فقال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، كيف كان تعامله مع أعدائه ومع خصومه ومع عموم الناس، فضلا عن تعامله مع أصحابه رضوان الله عليه. فماذا يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه؟ يقول عبد الله بن سلام: إن الله لما أراد هدى زيد بن سعنة، وزيد بن سعنة حبر من أحبار اليهود وعالم من علمائهم في المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو تاجر من تجارهم، بل وهو من أغنى أغنيائهم. إذن واضح، إذن هو عالم من علماء اليهود، وهو تاجر من تجارهم، وهو غني من أكبر أغنيائهم. فيقول: لما أراد أن إن الله عز وجل لما أراد هدى زيد،
ابن سعنة قال زيد: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه. يقول جميع علامات النبوة، لماذا؟ كيف عرفها؟ لأنه موصوف عندهم في التوراة، وأن الله أخبر أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فيقول: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتان لم أخبرهما منه، لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. يقول هاتين صفتين لم أرهما، لأنها لا ترى بالعين كبقية الصفات والأوصاف، وإنما تحتاج إلى مخالطة ومعاشرة حتى تكتشف. ما هي؟ قال: يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. قال: فكنت أنطلق إليه، يقول آتي كل يوم وأجلس لأخالطه فأعرف حلمه من جهله. قال: فخرج يوما من الحجرات، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه علي بن أبي طالب. قال: فجاء رجل يسير على راحلته كالبدوي، فقال: يا رسول الله، إن قرية بني فلان أسلموا ودخلوا في الإسلام، وحدثتهم إنهم أسلموا أتتهم أرزاقهم رغدا. يعني قلت لهم ادخلوا في الإسلام وتأتيكم الأرزاق رغدا، وقد أصابتهم سنة وشدة وقحط، وقد أصابتهم سنة وشدة وقحط من العيش، وإني مشفق أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا، فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء بعثته به فعلت. فقال زيد بن سعنة، قال: فقلت، اعتبرها فرصة. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يجد عند أصحابه شيء، وما كان عنده شيء. قال زيد: فقلت: أنا أبتاع منك بكذا وكذا وسقا، فبايعني، يعني بحيث أعطيك مالنا الآن وبعد ذلك ترده علي بوسق من الحبوب. قال: فبايعني، يعني يريد هذه فرصة ويريد أن يسرع وأن يعقد هذه الصفقة حتى يختبر النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الصفتين. قال: وأطلقت همياني كيس النقود بسرعة، يعني يقول فتحته وأخرجت المال. قال: وأعطيته 80 دينارا. قال: فدفعها إلى الرجل وقال: أعجل عليهم بهذا وأغثهم. مباشرة أعطاها لهذا الصحابي، وأن يرسلها إلى وأن يذهب بها إلى أهل تلك القرية وأن يوزعها بينهم. قال زيد: فلما كان قبل الأجل بيوم أو بيومين أو بثلاثة، ما أراد أن ينتظر الأجل لأنه يريد أن يختبر، لأنه لو جاء الأجل فوفي ما اختبر. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة بالبقيع، ومعه أبو بكر وعمر في نفر من الصحابة، فلما صلى على الجنازة ودنا من الجدار، قال: جذبت بردائه جبذة شديدة حتى سقط عن عاتقه، سقط الرداء عن عاتقه، ثم أقبلت بوجه جهم غليظ. ليس هذا الفعل فقط، وإنما أيضا يقول قابلته بوجه جهم غليظ، وقلت:
ألا تقضيني يا محمد؟ ما تعطيني حقي؟ فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب لمطل، ناس ما تعطوا الناس حقوقهم. هكذا قال: ولقد كان لي بمخالطتكم علم، والآن أنا خالطتك وهذا علم تبين لي. يقول زيد بعد أن فعل هذه الفعلة وقال هذا القول الشنيع، قال: فارتعدت فرائص عمر بن الخطاب كالفك المستدير كالأسد. قال: ثم رمى ببصره، ثم قال: أين عدو الله؟ يقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصنع به ما أرى ويقول ما أسمع. فوالذي بعثه بالحق لولا ما أخاف فوته لسبقني رأسك. يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في تأودة وسكون، حتى إذا انتهى عمر من كلامه تبسم عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا عمر، لأنا وهو أحوج إلى غير هذا، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعه، أي كيف يطلب حقه، لعله جاهل فتعلمه، ولعلني أنا حل الأجل وما أعطيته فتذكرني. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عمر وقال: يا عمر، اذهب فأقضه حقه، وزده 20 صاعا من تمر مكان ما رعته، مكان ما أدخلت عليه هذا الخوف بقولك. قال زيد ابن سعنة: فذهب بي عمر فقضاني حقي وزادني 20 صاعا من تمر. قال: فقلت: ما هذا؟ ما هذه الزيادة؟ محمد ما يتعامل بالربا. قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك. إذن هنا أدرك عمر أن تلك الصفة التي يبحثها أنه يسبق حلمه جهله، وأنه لا يزيد جهل الجاهل إلا حلما، أنه طهر وتبين له ذلك. قال زيد: فقلت: يا عمر، أتعرفني؟ قال: قلت: أتعرفني يا عمر؟ قال: لا، فمن أنت؟ قال: أنا زيد بن سعنة. قال الحبر: إذا كان يسمعون به ولكنه لم يلتقي به عمر رضي الله عنه. قال: قلت الحبر؟ قال: نعم. قال: فما دعاك إلى أن تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل وتقول له ما قلت؟ قال: يا عمر، إنه لم يبقى من علامات النبوة شيء إلا قد عرفتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا اثنتان لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فقد اختبرته منه. فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبمحمد النبي، وأشهدك أن شطر مالي فإني أكثرها مالا صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أو على بعضهم، فإنهم لا يسعهم، فإنك يعني فإن مالك لا يسعهم فهم أكثر. قال: قلت: أو على بعضهم. فرجع عمر وزيد بن سعنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فآمن به وتابعه وشهد مشاهد كثيرة. هذا الحديث خرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن سنده الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتابه الإصابة. إذن هذا الحديث العظيم يعطينا فوائد عظيمة
في أمر هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، في أخلاقه، في حلمه، في بذله، في كرمه، في صبره صلوات ربه وسلامه عليه، في حرصه على ثبات أصحابه على الإسلام. إذن فوائد عظيمة تجعلنا ندرك ما لهذا النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم، فيزداد الحب له في قلوبنا صلى الله عليه وسلم. أيضا من المواقف التي تدل على ما في قلبه صلى الله عليه وسلم من الرحمة والشفقة، عندما يكون لوحده، وعندما يقرأ كتاب ربه، وعندما يناجيه، فإننا نجد هذا المعنى أيضا هو حاضر معه، وليست القضية فقط حال معاملته للناس، بل إن هذا الأمر الذي ملأ عليه نفسه فهو معه عندما يخالط الناس، وهو معه عندما يقرأ القرآن، وهو معه عندما يناجي ربه، وهو معه عندما يدعو خالقه. فلذلك هنا أيضا نجد هذا الموقف العظيم منه صلى الله عليه وسلم، رحمته بأمته ليتجاوز من لقيهم من الصحابة إلى أمته إلى يوم القيامة، كيف كان ينظر لهم، وكيف كان يستجلب لهم رحمة الله جل جلاله. فيروي الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم، أي قول الله عز وجل حاكيا قول الخليل إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية. وأيضا قرأ قول الله عز وجل في عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تذكر بهذا شأن الأنبياء مع أممهم، وكيف كانوا يخاطبون ربهم. قال: فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى عليه الصلاة والسلام. قال: فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الأمر الذي وقع. قال: فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، بما قرأ، وبقوله: اللهم أمتي أمتي والله أعلم. وصعد بها جبريل، فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. والحديث رواه الإمام مسلم. إذن أقول أيها الإخوة، كيف لا يكون لهذا النبي الكريم من الحب العظيم في قلوبنا، وهو نرى ونحن نسمع مثل هذا الخبر في شفقته بأمته صلى الله عليه وسلم، وحرصه عليها، فهو يدعو وهو يصبر على الأذى، ثم هو يبذل ويتحمل الدين من أجل أن يثبت المسلم على إسلامه، ثم هو يلجأ إلى ربه لأمته التي تأتي من بعده وإلى يوم القيامة. إذن كيف لا يكون فعلا في قراءة السيرة والشمائل ما يزيد الحب له صلى الله عليه وسلم.
بل إن الأمر يتعدى هذه الدنيا إلى يوم القيامة، ونجده أيضا أمر أمته صلى الله عليه وسلم، فلذلك شفاعته لأمته عليه الصلاة والسلام، وأمر هذه وهذا الأمر عظيم إن قلنا في قضية الشفاعة العظمى، وإن قلنا في شفاعته في أهل الكبائر من أمته. ولذلك في هذا الحديث العظيم حديث الشفاعة شفاعته لأهل الكبائر من أمته، ونقتصر على هذا الجزء. يقول عليه الصلاة والسلام عندما يأتيه الناس ويطلبون منه الشفاعة، فمن ضمن ما يشفع فيه قال: فأستأذن على ربي فيؤذن لي. قال: ويلهمني محامد أحمده بها، لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. قال: فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال: فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. قال: فأنطلق فأفعل، ثم أعود بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. قال: فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان. قال: فأخرجه من النار. قال: فأنطلق فأفعل. يقول الراوي: فلما خرجنا من عند أنس، لأن الحديث من رواية أنس، قال: قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل، يقول: فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أنس فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال: هيه، يعني أخبروني. قال: فحدثناه بالحديث، فانتهى إلى هذا الموضع فقال: هيه، أي يطلب زيادة. فقلنا: لم يزد لنا على هذا. فقال: لقد حدثني وهو جميع، أي شاب، منذ 20 سنة، فلا ندري أنسي أم كره أن يتكلوا. قال: حدثني كما حدثكم. ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، أي لربه عز وجل، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال: فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. هذا الحديث رواه الإمام البخاري، وهو حديث عظيم، وأيضا من الأحاديث حقيقة التي عند الوقوف معها والله إن الإنسان ليحمد الله عز وجل أنه من أمة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنه ليمتلئ حسن ظن بربه سبحانه وتعالى. فإذا هذا أمر أيضا الإنسان يجده وهو يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر في سيرته يتأمله الإنسان، فإن الدنيا أعباؤها جسام، والمتاعب تنزل بالناس، والإنسان وحده أضعف من أن يقف طويلا تجاه
تلك الشدائد ولوحده. ولذلك قيل: المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله، وكانت أخوة الدين جعلت هي روح هذا الإيمان الحي. فالله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك بين أصحابه وعاملهم بهذا الأمر بنفسه صلى الله عليه وسلم. وهذا موقف لطيف. يقول عمر رضي الله عنه وهو يروي هذا الأمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، يطلب من سلم أن يعطيه فقير محتاج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء، ما أملك شيئا. قال: ولكن ابتع علي، اذهب إلى السوق وخذ حاجتك واكتبه دينا على محمد بن عبد الله، ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر: يا رسول الله، ما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، انفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه. يقول الأنصاري ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، تهلل وجهه بقول الأنصاري ثم قال: بهذا أمرت، بهذا أمرت. فهذا من شمائله صلى الله عليه وسلم، ومن تعامله ومن وقوفه مع أصحابه رضوان الله عليهم في سد حاجته. فكما كان يعطيهم ليثبتوا على الإيمان، فكان دينا، فكان أيضا يتحمل الدين ليسد حاجتهم وهم فقراء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من هديه ومن شمائله صلوات ربي وسلامه عليه. كان صلى الله عليه وسلم حسن العشرة لأصحابه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يشفعه فينا وأن يحشرنا في زمرته، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.